أزواج وأبناء، أصهار وأقارب في مهمة فساد، مهمة تغريد خارج سرب القضية اليمنية استعادة الدولة، وبعيدا عن هدف الشرعية مواجهة الانقلاب. ففضائح فساد بعض مسؤولي الشرعية باتت محل استهجان الشارع اليمني، وأضحت محط انتقاد ناشطين في الوسائط الاجتماعية، ما جعل أحد وزراء الحكومة يتراجع تحت ضغط الرأي العام عن تعيين أحد أقاربه، حيث تراجع وزير الأوقاف أحمد عطية عن تعيين نجله كسكرتير خاص له، داعيا بقية الوزراء إلى إقالة أقربائهم المعينين من أجل إظهار الشرعية بالمظهر اللائق بها حسب بيان الوزير. إقالة الوزير لابنه عدت في نظر مراقبين خطوة مهمة تحسب له، رغم اعتراضهم على صيغ تبريرات التعيين التي أوردها في بيانه، منها أن التعيين أمر عادي يحصل في كل أنحاء العالم. قصة تعيين وزير الأوقاف لابنه واحدة من سلسلة تعيينات عدها صحفيون استهتارا بالدولة وتشويها للشرعية، منها تعيين زوجة سكرتير الرئيس هادي سفيرة لليمن لدى هولندا، والنجل الأكبر لوزير الخارجية وكيلا مساعدا لوزارة التخطيط، وتعيين شقيقين بدرجة وكيل لوزارتي الشباب والتعليم العالي، وشقيقين آخرين لوزارتي النفط والخارجية. قائمة كبيرة بالتعيينات العامل المشترك فيها درجة القرابة من مسؤولية شرعية، امتدت من الوزارات إلى السفارات، ووصلت حتى إلى المنح الدراسية التي منحت بمعيار المحسوبية والقرابة وبعيدا عن معيار المفاضلة. بنظر قانونيين فإن أغلب تلك التعيينات مخالفة للوائح المنظمة للوظائف العامة واستندت لمعيار القرابة الأسرية، بينما يعترض ناشطون كونها تمت في ظل ظروف حرب وانقطاع وظائف وتوقف مرتبات.